مع تقرير هام عن مراسم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. تشهد الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء 20 من يناير حفل تنصيب الرئيس 46 للبلاد جو بايدن، ويأتي هذا الحدث بعد انتخابات شهدت الكثير من الجدل استمرت حتى عقب إعلان النتيجة. من تظاهرات لأنصار الرئيس دونالد ترامب بلغت حد اقتحام مبنى الكابيتول في مشهد صادم للديمقراطية الأمريكية. ويعتبر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي نموذجا لنقل السلطة من خلال مراسم محددة للرئيس المنتخب من الرئيس المنتهية ولايته، ويقام حفل التنصيب يوم 20 يناير بعد كل جولة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ولكن إذا ما تصادف أن يوم 20 يناير هو يوم أحد، ينقل يوم التنصيب إلى الاثنين 21 من يناير، ويعتبر حضور حفل التنصيب إلزاميا لكل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وتعقد مراسم التنصيب خارج مبنى الكابيتول الذي تعقد فيه اجتماعات الكونغرس بالجناح الغربي. أما بالنسبة للمشاركون فيفترض أن يشارك الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في حفل تنصيب الرئيس المنتخب إلى جانب أعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة العليا الأمريكية والضباط الأعلى رتبة في البنتاغون والرؤساء السابقين، بالإضافة إلى حاملي ميداليات الشرف الأمريكية بمختلف فئاتها وعدد كبير من الجمهور. وعن خطوات التنصيب، فلا يحدد الدستور الأمريكي آلية التنصيب سوى أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لتولي المنصب، ولكن هناك تقاليد بروتوكولية يتعين تطبيقها، وهي أن يتم التنصيب أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا في الكونغرس، ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وبيده الكتاب المقدس، ثم يسير بسيارته الرئاسية الخاصة لتحية الحشود المشاركة في حفل التنصيب مع إقامة حفل غداء على نفقة الولاية التي خرج منها الرئيس الجديد. محمد القليوبي لبرنامج صباح البلد.